لي مشاعرك دي ايده ازاي للعيبه بتاعتك في 2005؟ انت ما خرجتش من قطاع النشئين بالنادي الاهلي، لكن الكلام اللي انت بتقوله ده يعني احساس ان واحد اتربى جوه النادي الاهلي طبعا. شعورك انك انت بتنضي للنادي الاهلي وبتلبس فانيله النادي الاهلي، شعورك ايه اول تمرينه في ملعب مختار التتش؟ بص يا كابتن اسامه، يمكن انا قعدت 5 سنين في النادي الاهلي. الحمد لله احرزت 14 بطوله وده في حد 14 فاكر بطولة. ايه بقى البطولات اللي احرزتها مع النادي؟ بص الخمسه يمكن لسه كنا ما كنتش بعد بقى ما شاء الله. انا اقول لك على حاجه، اول مباراه ليا في النادي الاهلي رسميه كانت ضد الاسماعيلي في السوبر، السوبر المصري اللي... اول مباراه خدتها بطوله، يعني اول 90 دقيقه ليك في النادي الاهلي ببطوله. فخلاص انت ما شاء الله من كتر البطولات يعني خلاص بقى ما بتعدش بقى، بس الحمد لله بعد كده يعني عرفت اللي هم 14 بطوله، منهم 5 دوري الخمس سنين اللي انا قعدتهم في الاهلي. كل سنه الحمد لله كنت باخد الدوري، ف5 دوري. وطبعا ماتش السوبر ده الاولاني ليا، وفي السوبر الثاني اللي انا جبت فيه الجون في الزمالك. حلو قوي، كان دلوقتي موجود في التقرير. ده طبعا ما يتنسيش عشان ده فيه علامه بارزه اللي هي الجون. جون حلو ونازله على الطاير. طبعا كمان كنت من احسن اجواني الحمد لله. المهارات اللي انت بتميز معتز زينا بنقول يعني واحد في نص الملعب، يعني دلوقتي بقت قليله دلوقتي عمليه التسديد. يمكن الواحد حزين اللي هو دلوقتي حتى وانت بتتفرج على اي مباراه نادرا لما بتلاقي كرة شوطه. دايما دلوقتي الكرة يا اما كورنر، كرة راسيه، فاول، ضربه جزاء، يعني قليل قوي لما تلاقي الواحد من بعيد مثلا بيفكر يشوط حتى لو تطلع بره. وده كلامي دايما مع فريتي، اللي انت حاول يعني جرب، ما تخافش، لو شطت لك 2-3 في الماتش اكيد واحده هتيجي. يعني انت بتنقل الخبرات دي للعيبه بتاعتك؟ اكيد. بص يا كابتن اسامه، انا يمكن انا بطلت السنه اللي قبل اللي فاتت من سنتين. والحمد لله من السنه اللي فاتت على طول بعد ما بطلت رحت ماسك في الاهلي كويس، ومسكت 2004 السنه اللي فاتت. الحمد لله خدت بيهم البطوله كويس. السنه دي ماسك 2005 مع الكابتن احمد سمير. ده